السلام عليكم. لماذا تحدث السنة الكبيسة؟ ما هي قصة 29 من فبراير؟ نشر موقع فوكس الأمريكي مقالا للصحفي براين ريسنيك المهتم بالعلوم حول السنة الكبيسة ولماذا تحدث وما إذا كان التقويم الحالي هو التقويم الأمثل. استهل براين مقاله بالإشارة إلى أنها المرة الأولى منذ 4 سنوات التي نشهد فيها يوم 29 فبراير شباط. هذا صحيح، إنها سنة كبيسة وهو أمر مثير للاهتمام. ويضيف: تتزامن السنوات الكبيسة دائما مع الألعاب الأولمبية الصيفية وانتخابات الرئاسة الأمريكية، وبالنسبة لهذا العام سوف تحدث الكثير من الأمور التي تجعلنا حقا بحاجة ليوم إضافي. التفسير الوحيد لحدوث السنة الكبيسة. يقول براين أن التفسير البسيط والوحيد لحدوث السنة الكبيسة هو أن كوكبنا يحتاج إلى 365 يوما فاصل 24 لاستكمال دورة واحدة حول الشمس، وهذا يعني أنه مع نهاية كل سنة مكونة من 365 يوما يكون هناك نقص بمقدار ربع يوم لاكتمال المدار. كان البشر يحسبون هذا الفرق في الأيام منذ القدم لفترة طويلة تعود إلى عصر المصريين القدماء، ويعود تقليد السنة الكبيسة المتبع حاليا إلى البابا غريغوري في بدايات القرن السادس عشر، حيث صحح البابا تقويما سابقا ودعاه يوليوس قيصر. يوضح الكاتب: نحن نضيف يوما إلى التقويم كل 4 سنوات، ولكن هناك بعض الاستثناءات القليلة التي تجاهلنا فيها ذلك. ربما لاحظت أن دورة كاملة حول الشمس تستغرق 365.24 يوما وليس 365.25 بالتمام. فإذا كنا سنحظى بسنة كبيسة كل 4 سنوات، فسيظل هناك خلل في التقويم على المدى الطويل. ولكن ذلك لا يحدث لأن البابا غريغوري ابتكر بعض الاستثناءات الذكية والنادرة لقواعد السنة الكبيسة، كما توضح ناسيونال جيوغرافيك، والتي تقول: السنوات التي تقبل القسمة على 100 مثل عام 1900 تتجاهل، لا يضاف إليها يوم في شهر فبراير، ما لم تكن تقبل القسمة على 400 في الوقت نفسه مثل عام 2000. في هذه الحالة يضاف اليوم إليها يوم ولا تتجاهل، ولا أحد على قيد الحياة يتذكر متى كانت آخر مرة لم نشاهد فيها سنة كبيسة، ولكن تجاهل 3 أيام كل 400 سنة يبقي التقويم منضبطا. ماذا لو لم يكن هناك سنة كبيسة؟ هذا يعني أن المرة المقبلة التي نشهد فيها سنة كبيسة سيكون عام 2100، ومن الواضح أن هذا النظام الذي أنشئ في القرن السادس عشر ما زال يعمل، فنحن بحاجة إليه، وبدونه سيفقد التقويم مزامنته لفصول السنة. فإذا بدأنا بتجاهل السنوات الكبيسة اليوم، يوضح أودونغو أنه بحلول سنة 2100 سنبتعد بنحو 20 يوما عن المزامنة مع الفصول، والسنة الجديدة لن تواكب بداية فصل الشتاء بل ستحل في أواخر فصل الخريف، وفي سنة 2400 سيحدث الاعتدال الخريفي عشية رأس السنة، وهذا جنون على حد قول الكاتب. لا توجد وسيلة للتحايل على حاجتنا لإضافة يوم إلى التقويم، ذلك أن طول اليوم على كوكب الأرض والوقت الذي يحتاجه ليقطع مدار الشمس ببساطة متحاذيان بدقة، ولكن هذا لا يعني أن التقويم الحالي هو الأمثل. ينقل براين ما اقترحه أستاذان في جامعة جونز هوبكنز، خبير اقتصادي وآخر خبير فيزيائي، بأن ننتقل إلى تقويم آخر لا يتضمن سنة كبيسة ولا يتغير أبدا، بمعنى أن 2 فبراير سيكون يوم الثلاثاء دائما مهما حصل، 4 جانفي سيكون مثلا بالسبت مهما حصل. لتحقيق ذلك أضاف الأساتذة أسبوعا كاملا إلى السنة الكبيسة التي تأتي كل 5 سنوات أو 6 سنوات. يخلق هذا النظام فعليا شهرا جديدا مدته أسبوع واحد يحدث مرة واحدة كل عقد من الزمن. يجعل هذا التقويم الشهر 4 أسابيع بالضبط، ويكون اليوم الثاني من كل شهر هو يوم الثلاثاء والثالث أربعاء وهكذا. اقتراح آخر لتعديل التقويم قدمته مؤسسة كوداك جورج إيستمان، ولكنه كان أكثر تطرفا. في هذا التقويم الدولي الثابت كل شهر يتكون من 28 يوما، والسنة تتكون من 13 شهرا، يضاف الشهر الثالث عشر بين يوليو وأغسطس ويطلق عليه اسم سول، يتبقى يوم يضاف في نهاية كل عام قصد أن يكون يوم عطلة.
يتطلب هذا التقويم سنة كبيسة أيضا كل 4 أعوام. فهل هذا أفضل؟ يجيب الكاتب: يجعل هذا التقويم الشهر 4 أسابيع بالضبط، ويكون اليوم الثاني من كل شهر مثلا هو ثلاثاء والثالث أربعاء وهكذا. ويلفت إلى أن شركة إستمان ظلت تستخدم هذا التقويم حتى سنة 1989. يرى براين أن هناك مزايا لتقويمنا الفوضوي هذا، فبمرور الوقت ستحصل على عيد ميلاد في نفس اليوم من أيام الأسبوع، إما بموجب التقويمات أعلاه، إذا ولدت يوم الثلاثاء فسيظل يوم ميلادك يأتي يوم الثلاثاء وبالمثل. ألا توجد متعة إذا كنت تعلم أن عيد الميلاد الكريسماس سيكون يوم الاثنين، وبالتالي ستحظى بثلاثة أيام عطلة نهاية الأسبوع؟